ليكوا رسالة استرسال وتاروت من الشخص اللي في بالك، يا ترى هيبقى حابب يقولك ايه دلوقتي؟ الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. هو انت في الطاقة بتاعتك الحالية، انت بتحاول تترك الشخص ده او المشاعر دي، وكأنك من الاشخاص اللي بتقول ويبقى ما في القلب في القلب، يعني اللي بيبقى جوه قلبك هيفضل جوه قلبك، وكأنك بتقول انا مفيش بإيدي حاجة أعملها، أو كل اللي أنت تقدر عليه دلوقتي من وجهة نظرك هو إنك بس تبعد عن الشخص ده، تبعد عن المكان المتواجد فيه، تبعد عن فرص لقائكم أو تواصلكم مع بعض. وكأنك من الأشخاص اللي بتحمل بداخلك حزن كبير قوي، وقد يكون عدم وجود الشخص ده في حياتك مخليك فاقد الشعور بأنه ممكن يبقى في حاجة مبهجة في الحياة، أو ممكن يبقى في حاجة حلوة في الحياة. يعني الشخص ده هو الحاجة الحلوة اللي في حياتك، لكن هو مش معاك، وانت جزء جواك زي بتعاقب نفسك بعدم وجودك مع الشخص ده أو بعدم تواصلك معاك، وإحساسك بأنه طالما هو مش معايا فأنا مفيش حاجة حلوة، مفيش حاجة تستاهل. ممكن يعني متضايق لدرجة مؤلمة، بس حاطط الألم جوه نفسك، أو مش من الأشخاص مثلا اللي هتروح تقول إيه ده أنا في حاجات مزعلاني وتروح تفضفض أو تتكلم، لأ، انت احتفظت بالألم جواك. لكتير منكم العلاقة دي هي علاقة توائم، في طاقة تواصل قوية قوي بالروح بينك وبين الشخص ده، رغم ان انت وهو هنا طاقيا مش مع بعض، ما مش بتتكلموا مش بتتواصلوا، بس في عقلكوا الباطن في احلامكوا بتشوفوا بعض. ممكن تكونوا يعني بتقوموا بالاسقاط النجمي سواء انت او هو، او انتوا الاتنين سوا، زي وصلتوا لحال انه لو الواقع مخلينا مش عارفين نكون مع بعض، لو المنطق مش مخلينا قادرين نكون مع بعض، فاحنا هنلجأ للحيل وللطرق الغير منطقية، او اللي ممكن بعض الناس تقول ان الحاجات دي مش موجودة او ان الحاجات دي غير حقيقية. فكأنكم قررتوا تتصلوا بارواحكم مع بعض من وقت للتاني، بس انت من جواك مش هتتعمد الاتصال الروحي مع الشخص ده، انت هتسيبه يحصل تلقائي، او مش هتشغل بالك باتصالك الروحي معاه، كأنك بتقول وقت ما يكون مناسب الاتصال الروحي هيحصل، ولو الوقت مش مناسب فمش هيحصل. يعني كأنك بتقول لو مناسب لينا ان احنا نتصل بالروح مع بعض هيحصل الاتصال ده، ولو غير مناسب لينا ان احنا نتصل بالروح مع بعض فخلص مش هيحصل الاتصال الروحي بينك وبين الشخص ده. ده اللي انت بتقوله لنفسك. هو كشخص مسلم قوي في العلاقة دي للتوقيت الإلهي، في نفس الوقت يعني كأنه حاسة ان جواه احساس كده، لو انت سمحت له انه يقرب، او لو انت سمحت له انه ياخد خطوة ناحيتك ايا كان شكل الخطوة دي، فالشخص ده جاهز للخطوة، او حابب انه ياخدها، او عاوز ياخدها، حتى لو كان هياخدها بطريقة غلط، حتى لو كان هياخدها بطريقة غريبة نوعا ما، لكنه جاهز ياخد الخطوة دي معاك. يعني هو زي عارفين لما يكون حد رهن اشارة منك انت، يعني لو انت قول له انت عايز ايه هو هيعمله، انت وضح له انت محتاج ايه وهو هيسعى للحاجة دي او هيحاول يوصل للحاجة دي. الشخص ده كأنه بيقولك كده، لو هو مدي لك هدية او عمل لك حاجة خاصة باسمك، عمل لك حاجة فيها اسمك انت، او كتب لك اسمك على حاجة او خاتم، او جاب لك هدية وكأنه بيقول لك خليك فاكر الهدية دي، خليك محتفظ بيها، الهدية دي هي الطريق لينا، هي اللي ممكن تخلينا نتقابل، هي اللي ممكن تخلينا نتواصل، هي التميمة بتاعتنا، او هي التعويذة، او هي السر اللي يجمع ايدي بايدك مرة تانية،
أو يخلينا نرجع نتكلم ونتواصل مرة تانية. الشخص ده هيحاول كتير قوي ان هو يتواصل معاكم بالروح الفترة اللي جاية، وانتوا ممكن من الاشخاص اللي تواصل الشخص ده بالروح معاكم يكون غير منطقي في بعض الاوقات. من غيرك هو مش في احسن حال، من غيرك هو كتير بيشعر بالوحدة. شكرا ليكم والى اللقاء بفيديو جديد.